السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة المقهى الرياضي، قناة الكرة الجزائرية اللاعبين الجزائريين والمنتخب الوطني. بداية ما تنساوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن موضوع إعادة المباراة، الفترة اللي طالت فيها، الناس اللي تهمونا والناس اللي سبونا والناس اللي شتمونا. كاين اللي معذورين الله غالب، لكن كاين اللي متعمدين وعندهم أهداف، وكذلك بعد ما عبروا لهم رصانهم بالفوضى الفكرية، نسميها الفوضى الفكرية، من قنوات للأسف تحترف الكذب والتدليس والتلون واتباع كل شيء المهم شاهدونا. المهم يجمع مشاهدات، ما يهموش يعني الموضوع اللي يقدموه والكذب اللي يكذبوا، والأكثر من ذلك أنهم للآن ما زالوا يبروا الكذب نتاعهم. والبعض منهم تلون كالحرباء، الآن راح يهاجم بن شيخ ويهاجم يعني بوحنيكا، وكأنه بن شيخ وبوحنيكا هو اللي كانوا يقولون لهم نعاودوا المباراة. للأمانة أنا حتى أنا عندي اختلافات كثيرة مع بن شيخ وبوحنيكا، لكن كل شيء في موقعه. قصفوكم وأعطاوكم درس في أخلاق المهنة وأخلاق نقل الخبر. حقيقة. إذن أعزائي المشاهدين، اليوم نعطيكم المصداقية تاع القناة تاعنا من مصدر عالمي، الصحفي الاستقصائي الأول عالميا، اسمه مولينا، تعرفه جيدا، الصحفي الأول عالميا في كشف فضائح الفاف والكاف والفيفا وكل الاتحادات القارية والدولية. يقول بأن قناتنا والحمد لله كانت تمشي بمنهجية، كانت تمشي بموضوعية، كانت تمشي باحترافية، ونقول ونأكد الحمد لله أننا لم نرضخ للضغوطات، وبقينا نسير بطريق الحقيقة. ما يهمنيش الناس اللي تسبني، ونقول لكم يعني خسرت تقريبا 400 او 300 يعني مشترك في هذه الفتره، حتى لو خسرت كل المشتركين لا يهمني، لاني امشي مع الحق حتى ولو ضرني وضر قناتي. المهم ما نكذبش على المشاهدين تاعي، احترم المشاهدين تاعي، ولا اتلون كالحرباء، لان البعض الان راهم يتلونوا كالحرباء وراهم يشوفوا في مواضيع اخرى باش يتهربوا من هذا الموضوع. ما نطولوش عليكم كثير، اعطيكم الان اولا قبل ما نتكلم عن الصحفي مورينا بالفيديو، لانه بعض الطفيليين لما حطيت المقال قال لك ما عندكش مصدر، اليوم جبت لكم الفيديو زيدوا كتبوا في الفيديو، قلت لكم اني ساضع كل واحد عند قيمته، والان انتم ما عندكم عقل، او راكم تعرفوا الكذاب، راكم تعرفوا الخراب، راكم تعرفوا الخروطو، راكم تعرفوا اللي يعيط، راكم تعرفوا اللي يتمسخر بكم، راكم تعرفوا اللي ما عندوش مصداقيه، راكم تعرفوا اللي ما عندوش مستوى اصلا. الان الامر يرجع لكم انتم. أما كبيرهم الذي علمهم السحر فهو شخصيا من احترف ومن قال لكم ومن يقول لكم من هو مولينا. صفحة الفيسبوك الرسمية نتاعو راهو يقول هو باللغة الفرنسية، يعني كتبها باش رومان مولينا يقراها ويكون متعاطف معاه، ويقول بأنه أعطانا الأدلة وراهو متعاطف معانا، ويقول عليه بأنه أشهر صحفي رياضي معروف بتحرياته وكشفه لفضائح الفيفا والاتحادات في مختلف دول العالم. يعني راكم تشوفوا واش راه يقول على مولينا، اشهر صحفي عالمي، هذا كبيرهم. نشوفوا الان مولينا واش يقول، نعطيكم مقاطع من المقاله تاعو ونعطيكم ملخصات، لانه ممكن البعض ما يفهمش اللغه الفرنسيه، لكن معليش ماهوش عيب عادي، ما نقدرش نترجم لكم كل الفيديو، لكن نعطيكم زبده ما قاله حتى ما يكونش الفيديو طويل جدا. اذا نبداو مع اول مقطع لمولينا ونرجعوا لكم. Bonsoir à tous et bienvenue. Il n'y a pas eu une journée depuis ce fameux match Algérie-Cameroun où je n'ai pas reçu une demande autour d'une potentielle corruption, notamment au niveau arbitral avec M. Gassama. Alors autant le dire tout de suite, non, pour le moment je n'ai absolument rien. Et je suis le premier peiné parce que si il y a eu pareille chose dans un match aussi important, ça aurait fait avancer plein de dossiers. Donc j'aurais été le premier à en parler parce que derrière tous les autres combats qu'on m'a menés pour un football plus propre auraient bénéficié de cette diffusion-là. En effet, plus le scandale porte sur un match important, sur des personnes importantes, plus ça fait avancer tous les autres dossiers par ricochet. Malheureusement, pour le moment, et malgré avoir tenté plusieurs pistes, je n'ai rien. كان أول مقطع يقول فيه مولينا، يقول أنه منذ نهاية مباراة الجزائر والكاميرون تصلني العديد من الاتصالات باش نعطيهم استفسارات عن قضية الفساد في مباراة الكاميرون والجزائر. يقول ما لحقني ولا شيء، لأنه لو لحقني أنا المعني الأول بهذه القضية، لأنه كما تعرفوا مولينا هو كما قلت الاختصاص تاعه هو كشف فضائح الفيفا والكاف وكل الاتحادات، لانه نقول هذه القضيه تساعدني باش يعني نتقدم في الابحاث نتاعي وفي الفضائح اللي نقدمها للعالم، لانه يعني يقول الهدف تاعي هو انه كره قدم نظيفه ونظيفه جدا، اكيد هذا امر مستبعد، لكن يقول للاسف
ما عندي حتى دليل. هذا الاستقصائي الأول، لأنه لو كان مجرد شبر فقط داخل المحكمة الرياضية أو حتى الفيفا راح يكون عنده الخبر يعني مولينا، وأكيد هؤلاء لن يجرؤوا على القيام ب، خاصة أنهم في فرنسا، لن يجرؤوا على القيام بأي يعني ملف أو القيام بأي تحقيق من دون الرجوع إلى مورينا بطبيعة الحال. نشوفوا المقطع الثاني. On va aller plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui ont créé un storytelling et qui donc ont donné des espoirs à plein de gens en Algérie. On a parlé de photos, de rendez-vous entre des émissaires de Samuel Eto'o et l'arbitre. On a parlé de plein de choses. Ça a été alimenté par certains chroniqueurs et je peux comprendre la passion des fans d'Algérie, le côté patriote. On te parle d'une qualification à la Coupe du Monde. On te fait saliver quelque chose comme quoi il y aurait un dossier qui pourrait prouver une corruption. Bah, c'est normal, vu que tu es passionné et amoureux de ton équipe nationale et que c'est la Coupe du Monde, que tu y crois. Donc ça, je comprends tout à fait. Sauf que tous les gens qui ont fait croire ça, qui ont donné des faux espoirs, là aujourd'hui ils ont des comptes à rendre, à commencer par des gens importants du football algérien. Parce que en effet, la Fédération algérienne, la FAF, a envoyé un dossier à la FIFA, demandé un recours, etc. Alors au final, ils ont pris une fin de non-recevoir, le dossier a été étudié, mais il n'y a rien eu de plus. Parce que globalement, qu'est-ce qu'ils avaient mis dans le dossier? Ils avaient parlé des erreurs d'arbitrage. Et en effet, il y en a eu. Bien sûr qu'il y a des erreurs d'arbitrage, comme dans malheureusement plein de matchs. On peut se rappeler de Barça-Chelsea, de Barça-PSG, on peut se rappeler d'un Liban-Émirat en qualif Coupe du Monde. Tiens, le péno des Émirats à la fin, tiens, magnifique. Plus tout le reste, il y a malheureusement à tous les niveaux, amateur, semi-pro-pro, tu as ce genre d'erreur. Donc, il y a eu des captures d'écran, on explique les erreurs, potentiellement on a parlé vis-à-vis de la VAR et tout. Je comprends, sauf que ça ne prouve pas une corruption. الكلام حرفيا قلنا في قناتنا والحمد لله ما نكذبوش عليكم ما نبيعوكمش الوهم وإنما نعطوكم الحقيقة. والناس محترفين رغم يعودوا بنفس الكلام اللي قلناه، وهذا دليل على المصداقية تاع القناة تاعنا. وقلت بأن التاريخ هو سيكشف من الصادق من الكاذب، من المخادع مع اللي يعطيكم الصح، وأنتم تحكموا. إذا مولينا يقول أنه يعني هناك أناس اخترعوا قضية اسمها إعادة المباراة واسمها ملف ثقيل. أناس اخترعوا قضية، وفي هذه القضية تكلموا عن يعني لقاءات وعن كذلك يعني رشاوي وعن 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 صور وعن أخطاء تحكيمية. ثم يقول بعض الصحفيين، هنا يقصد حافظ الدراجي، لأنه حافظ الدراجي هو الصحفي اللي تكلم على يعني تنقل قاسم إلى المغرب ثم إلى تونس، وبعدها تلقى مع يعني لاعبين أو مع أناس مع لباليش من المغرب أو من كذا أو من الكاميرون. يقصدوا يقول لك تكلموا على أمور يعني ما عندهم حتى دليل، كلام فقط، هذا كلام مولينا. ويقول كذلك أنه يتكلم عن الأخطاء التحكيمية، ويقول الأخطاء التحكيمية أمر عادي جدا، ويقول بأنه عديد المباريات وفي مختلف المنافسات يحصل فيها أخطاء تحكيمية، ومن غير الممكن أن نعاود المباراة من أجل أخطاء تحكيمية. واذكر مباراة تشيلسي وكذلك برشلونة أكيد اللي تذكروها جميعا. وبالتالي قال بأنه الآن هؤلاء من اخترعوا هذه القضية وضحكوا على الناس وأوهموا الناس واتخذوا الناس كحمقى وأغبياء، عليهم الآن أن يحاسبوا. والبداية بأعضاء الفاف اللي داروا ملف وقالوا بأنه ملف ثقيل وأوهموا الشعب بأنه راح يكون فيه هناك نتيجة إيجابية، وقال بطبيعة الحال الشعب يحب المنتخب نتاعو، وخاصة هذه منافسة تاع تصفية كأس العالم، أكيد يطمع ويحب المنتخب نتاعو، قال هادو نعذرهم. لكن من اخترعوا هذه القضية الكاذبة عليهم أن يحاسبوا. وللأسف البعض الآن وما زال يدافع عليهم ويقول لك هذو على الأقل كانوا إيجابيين. يو كذبوا عليك يا بوقوقو، يو كذبوا عليك، إذا كنت أنت تقبل الكذب هذه كارثة. نروح إلى المقطع الثالث. Corruption, ça prend des années et des années. Là, on a publié récemment des extraits audio qui font référence à des achats de voix pour les JO de Sydney. Ça, c'est, donc les JO se passaient en 2000, c'est passé dans les années 90. Il y a toujours eu des présomptions, etc. Il y a eu des petits trucs. Mais là, avoir la preuve audio de ça, ça a mis quasiment 30 ans. Je rappelle également qu'en 2019, j'ai publié une affaire de match trucker en Tunisie du club de Ben Garden qui ont permis 3 mises en examen en France. Donc là, il y a eu 3 mises en examen, c'est passé à 3 ans. On attend toujours des réactions et des décisions de la CAF et de la FIFA. Ça fait 3 ans. Je rappelle que depuis une dizaine d'années, et ça date même d'avant, tu as plein de matchs truqués en Asie du Sud-Est. Là, il y a plus de 30 joueurs du Laos qui ont été bannis à vie pour des faits qui remontent à des années. On ne parle pas des matchs de 2018, 2019, 2020. Non, on parle d'affaires encore antérieures à cela. Tout ça, ça met des années et des années et des années. C'est triste, mais malheureusement, c'est comme ça. Parce que prouver la corruption d'un match, donc en gros, c'est plus ou moins le paiement d'un arbitre ou des échanges en nature ou que sais-je encore. Donc, à moins que tu aies un virement bancaire, je ne vois pas comment tu peux l'avoir, à moins d'avoir un accès privilégié. Il faudrait que quelqu'un autrement trahisse, qui soit très très proche, ou même si tu avais des photos, admettons une rencontre.
Qu'est-ce que ça montre? Il faudra un enregistrement audio, une preuve écrite ou un virement bancaire ou montrer que justement tu as un échange d'argent. C'est quasiment impossible à voir. Dès le lendemain ou le surlendemain du match, on entendait des gens dire oui, il y a une rencontre, etc. Avec ce... Mais on n'est pas dans un film, les gars. C'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'avant, personne n'était au courant, le match se passe et en 24 heures, des gens vont trouver ça. Mais comment? Tu peux avoir des pistes. J'ai entendu plein de trucs, j'ai essayé. Rien. Donc le dossier de la. الآن مورينا يعود ويأكد لكم ويجزم لكم بأنه مكاش ملف تحت فساد لا يوجد ملف ثقيل ويقول أنه ملفات الفساد تحتاج وقت طويل وطويل جدا حتى أنه يصل إلى سنوات. وضرب لكم المثل بالملف انتع سيدني ألعاب الأولمبية تحت سيدني التصويتات قال بأنهم حصلوا على تسجيل صوتي بعد 30 سنة يعني فساد. كذلك أرى يقول مورينا أنه هناك مباراة في الدوري التونسي بعد 3 سنوات من التحقيقات باش وصلوا إلى الفساد. وكذلك يتكلم عن الدوري في الصين في جنوب شرق آسيا في لاوس يقول تمت معاقبة 30 لاعب لكن بعد 10 سنوات من التحقيق. يقول بأنه يعني الأدلة الثابتة على الرشوة وتكلمناها في القناة تاعنا إما يكون يعني الشاك يعني الفيرمو يعني إرسال أموال عبر الشاك أو عبر يعني الحسابات الإلكترونية وهذا يتطلب واحد لازم يكون يخدم في هذه البنكة ويكون مقرب ليك لأنه هذه الأمور سرية ولا يحق إخراجها. هذه واحد. اثنين إما أنك تشوفه بعينيك أنه أعطاه أموال من يده ليده إما شفته يعني عندك صورة واضحة أو عندك تسجيل صوتي واضح وجلي وهذا يقول أمر شبه مستحيل إن لم يكن مستحيل. ويقول حتى أنه من المستحيل أنك بعد المباراة بيوم أو بيومين يقول تجي وتقول لي كاين عندي أدلة ويا إما صوت يا إما صورة. يقول إحنا ما رانش في فيلم. للأسف داروكم في فيلم وداروكم ضحكة وداروكم أضحوكة أعزائي المشاهدين. مولينا راه قال كل شيء وهذا اللي راه يتكلم نعاود ونكرر هو المختص رقم واحد في العالم في كشف الفضائح في الفيفا وفي كل الاتحادات العالمية. نروحوا نشوفوا الفيديو الرابع. Donc le dossier de la fédération, ça se concentre que sur des erreurs d'arbitrage qu'on peut entendre, mais c'est pas des erreurs d'arbitrage qui te font rejouer un match. Surtout qu'on a vendu le truc, c'est un lourd dossier, etc. Tous les gens qui ont fait cette théorie, le lourd dossier, ils ont pris les gens pour des imbéciles. Excusez-moi, ils ont pris tous les Algériens pour des imbéciles. Et là, on le voit actuellement, ce qui se passe à la fédération, les démissions qui s'enchaînent en cascade. On ne sait pas ce qui va advenir du bureau fédéral. On a beaucoup de doutes vis-à-vis de l'avenir du football algérien qui a été encore politisé. Et on se rappelle des dernières élections. On a élu comme un prénom qui ne répond pas au statut. Là, la FIFA a dit c'est bon, même parce que ça les arrangeait bien aussi. Bref, toutes ces luttes politiques, etc. Enfin, malheureusement, c'est le football. Là, ça tombe sur les Algériens. Même s'il faut quand même aussi saluer que le Cameroun n'a rien lâché. Le mental des Camerounais, comme d'habitude, comme pour la dernière CAN, on va chercher une troisième place alors que ça menait 3-0 face au Burkina. Faut pas quand même oublier cela. Et le deuxième point, c'est qu'on entend aussi, mais regardez, il y a des départs à la Fédération Camerounaise pour malversation, etc. Oui, l'ancien bureau, il y avait beaucoup de malversations. Et là, Samuel Eto'o et son administration, alors, sur certains points, essayent de faire un ménage. Et bah, tant mieux à ce niveau-là. Mais ça n'a pas de connexion avec un match. Maintenant, on va parler un peu plus. مورينا الآن يتكلم عن الاتحاد الجزائري ويتكلم عن الملف اللي قلنا دائما وكنا نكرر ونقول في القناة تاعنا بأنه ملف عادي جدا. قلنا بأنه ليس بملف ثقيل. ليس بملف ثقيل وهو يكرر فيها مورينا ويقول لكم بأنه الملف تاع الاتحاد الجزائري لا يحتوي إلا على الأخطاء التحكيمية والأخطاء التحكيمية لا يمكن لها أن تعيد المباريات والحمد لله كنا نقول لكم هذا الكلام. يقول كذلك مورينا أنه الناس فقط اللي ضخموا الامر وصنعوا هذه الكذبه وقال الان عليهم ان يتحاسبوا وقال انه في هذا المقطع اللي شفتوه انهم اتخذوا الناس كحمقى وكاغبياء. الان كل واحد تبعهم نقول له مبروك عليك لانك كنت من الحمقى اللي تبعوا هؤلاء. ويقول كذلك انهم للاسف كل كان عندهم اهداف مثلا الاتحاد الجزائري كان عندهم مشاكل حبوا يصفوا حسابات بيناتهم وامور عديده جدا اعزائي المشاهدين. اذا مورينا تكلم وقال كل شيء تقريبا عن ملف المنتخب الوطني الجزائري. يقول لك شوفوا كيفاش يتكلموا على مشاكل الاتحاد الكاميروني. قال لك مليح يعني كاين هناك مشاكل في اتحاد ايطو لكن لكم يا جماعه هذه لا علاقه لها بالملف تاع مباراتكم. نروحوا للمقطع الاخير. Donc, tout ce storytelling, et encore une fois, je comprends la frustration des Algériens, et je le répète, s'il y avait eu un truc, mais j'aurais été le premier à en parler, parce que ça aurait fait avancer tous les dossiers pour rendre un football plus propre. Et je pense que quand t'aimes le foot, t'attends que ça. T'attends que ça, tu dis, t'as envie de dire non trafic d'êtres humains, non trafic de mineurs, non la pédocriminalité, non match truqué, non truc de corruption. T'as envie de dire ça. Pour ça, il faut des grandes affaires. Mais là, malheureusement, il n'y a rien. Donc,
En effet, la FIFA a rejeté le recours algérien. Le Cameroun ira bien au mondial. Et tous les gens qui, depuis un moment, ont alimenté ce storytelling, aujourd'hui, ils ont peut-être des comptes à rendre. Bref, pour conclure, pour prouver qu'il y a match truqué, corruption, etc., souvent ça prend des années et des années. Il va te falloir un coup de bol ou un Judas. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait partie de la conspiration, qui cherche peut-être à se racheter ou X ou Y, ou une fuite incroyable. Dans ce dossier-là, vu les temps impartis, ça me paraissait quasiment impossible. En effet, il n'y a rien de solide à ce niveau-là. Peut-être que dans des années, s'il y a quelque chose, ça sortira. Mais quand je vous dis ces affaires-là... خلينا يرجع في الاخير ويقول نعاود ونكرر انه الشعب الجزائري يحب المنتخب تاعو ممكن هذه ردة الفعل مقبوله ويقول بانه في الاخير لا يوجد اي دليل على الرشوه ويقول لم اجد شيء ويقول انا اصلا لو وجدت دليل انا اول واحد يكون فرحان لانها راهي تخدم يعني المهنه تاعي وتخدم واش راني ندير يعني بكشف المؤامرات ويقول لكم اي واحد يحب كره القدم يحاول انه ينظف كرة القدم من هذا الفساد يقول لكم الله غالب ما لقيت ولا شيء ولا يوجد أي شيء الفيفا يقول لكم خلاص وهو روي أكد لكم بأن المعلومة رسمية أن الفيفا أقصت المنتخب الجزائري نهائيا وأهلت المنتخب الكاميروني إلى كأس العالم 2022 ويعاود ويرجع ويكرر ويقول هؤلاء الشرذمة اللي كذبوا على الناس وباعوا لهم الأوهام يجب أن يحاسبوا لكن بعض الأغبياء اللي ما زال إلى حد الآن يتبعوا فيهم يقول لك لا المهم طلعوا لنا المعنويات وهذا حاربوا على الجزائر يو هذا يسموه فساد فكري فساد إعلامي هذه فضيحة إعلامية لازم يتحاسبوا عليها المعلومة المسؤولة الناس لازم تكون عندها مسؤولية يسموها قدوسية المعلومة المعلومة اللي تقدمها للمستلقي لازم تكون مؤكدة ما تكونش كذب إذا ثبت تعمد كذبهم إذا ثبت أنه ما عندهمش ملف ثقيل لازم يتحاسبوا لأنه هذو مجرمي إعلام من قنوات اليوتيوب الفاشلة والكاذبة والدجالة إلى هؤلاء قادة الفشل والكذب لازم يتحاسبوا كامل كامل ويقول لكم في الآخر مولينا ما تقلقوش روحكم ها هي إلا إذا أعزائي المشاهدين أنا نعطينا لكم تقريبا ما قاله مولينا أكيد مش كل المقالة المقالة اللي حاب يسمعها أو الفيديو اللي حاب يسمعه راني حطيت لكم رابط في الأسفل أهم ما قالوا وما يتعلق بمباراة الجزائر والكاميرون والحكم روليكم والحمد لله قلنا لكم الوقت فقط سيثبت الكاذب من الصادق المصداقية لا تأتي بالهماج المصداقية لا تأتي بالهمجية المصداقية لا تأتي بالشعبوية المصداقية لا تأتي بالجهل لا المصداقية تأتي بالرزالة تأتي بالهدوء تأتي بالبعد عن العاطفة لازم تتجرد من العاطفة تعطيني المعلومة الصحيحة أما أنك تتبهلل في قناتك وتعيط في قناتك وتدور في قناتك وتتلوم في قناتك هذه مش مليحة لك ومش مليحة للمتلقي أتكلم عن المتلقي المحترم أما المتلقي اللي عنده في راسه بوبال ويرمي فيه أي حاجة هذاك ما عندي ما نتكلم معاه وروح ربي سهل عليك أحبتي أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.